أشرفت الجمعية المهنية لحرف البناء والتجهيز بتنسيق مع المؤسسة المغربية للفن والإبداع مساء اليوم الخميس على تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على جديد النسخة الثالثة للمعرض الوطني لمهن البناء والتجهيز وحرف الصناعة التقليدية، والتي سيتم تنظيمها بمدينة أكادير خلال الفترة الممتدة من 23 من أبريل الجاري إلى 28 منه. المعرض هذا الذي سيعرف مشاركة عارضين من دول فرنسا وألمانيا والدنمارك وهولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وتونس، كما سيعرف هذا الحدث الوطني البارز حضور خبراء وأكاديميين ومهندسين وتقنيين وأصحاب مقاولات وشركات كبرى على الصعيد الجهوي والوطني. نستمع لابن باري ميلود مدير المعرض الوطني لمهن البناء والتجهيز وحرف الصناعة التقليدية ورئيس جمعية سوس ماسة للرصاصين يتحدثنا عن هذه التظاهرة. المعرض المهني لحرف البناء والتجهيز هو معرض مهني 100% كيهتم بالحرفة والمهنة، والناس المهنيين هم اللي أسسوه وهم اللي صرفوا على الفكرة ديالو باش يكون مهني، وكان نحاول انه باش ما يخرجش على الصيغة ديالو المهنية، لان الا خرج على الصيغة ديالو غادي يصبح معرض عادي بحال المعارض الاخرى. يعني المعرض خصو يكون متميز، لان كاينين ثلاثة المعارض في العالم باش نقولها بكل صراحة، كاين ثلاثة المعارض، كاين واحد في الولايات المتحدة الأمريكية وكاين واحد في إيرلندا وهذا في أكادير هو الثالث ديالهم. هادو هما المعارض المهنية اللي كيتموا بالحرفيين والمهنيين. التظاهرة الوطنية المهنية ستعرف أنشطة مشتركة بين العرض والتسويق والتأطير والتكوين، إضافة إلى التكريم والتتويج لعدد من المهنيين. كما تستهدف هذه التظاهرة الرائدة قطاع التجهيز والبناء انطلاقا من تعزيز التفاعل والتلاقح التجاري والصناعي بين قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية. فاضل كرم نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة يتحدث لنا عن خصائص هذه الدورة. حقيقة هذه الدورة عندها واحد الخصائص لا تشبه الخصائص ديال الدورات السابقة، لكونها حقيقة عرفت أو ستعرف مشاركة عدد كبير من الشركات وكذلك من المهنيين على الصعيد الوطني. إلى ذلك ستعرف فعاليات هذا المعرض الوطني تنظيم برنامج علمي وأكاديمي حول النجاعة الطاقية، وهو محور مدخل للنقاش حول مشاريع البحث العلمي الذي سيتعزز بورشات التكوين والتأطير والتي تتوج بتوقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات المستقبلية في هذا الإطار. حسن بركوز لهيت راديو أكادير.